حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، 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 في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين، يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها، يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل
والطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل، الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل، الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله، باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله، من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغير من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسه وزينة عرش امداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم، ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، من الله، وإلى الله، وعلى الله، في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر.
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم واستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفيه لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت فيك أنا في الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم أني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخضرة وطرفة يطرف بها السماوات والأرض وكل شيء في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك، واستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها، إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر، وتوفنا في طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن وعملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو والمهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت
وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا
لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأنا أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلغني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأغرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرغ كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات مجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطائفة من الذين معك والله يغدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاغرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاغرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله.
ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين يا الله حبيب الدين محي الدين حقا له تحكيمنا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظم أبا بكر إماما حباويا وجهام مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام سدر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بابتكاري يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فكري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوم غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهجم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحكمت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف ارحم ربي وقوبي يا الله وبوادي الفضل عاقب فأدم ربي عقوبي يا الله ولحسن الظن لازم فوخلي وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا ربك يا خير قاضي يا الله وأهل سري وقلبي من لظى والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله بل أنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك اللهم صل وسلم وبارك وكرم بكثر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام صلى الله عليه ودافع البلاء والوفاء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها على دم أبي علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل سائل أهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها على دم أبي علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل سائل أهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها على دم أبي علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل سائل أهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبين الحجاب وتدخلني بما علي من أوسع باب وتسقيني بما بيده الشريف عذب الكؤوس من أعلى شراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بما علي من أوسع باب وتسقيني بما بيده الشريف عذب الكؤوس من أعلى شراب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بما بيني وبينه الحجاب وتدخلني بما علي من أوسع باب وتسقيني بما بيده الشريف عذب الكؤوس من أعلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك كلماتك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك 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 اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك 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 اللهم صل وسلم عليه وعلى آل اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك 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 اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك 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 اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آل من ذلك 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 في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا عليم لا يعجز صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك
الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك ربا وأنت لك لذلك يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغري كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامنا يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد وارزقنا بعينك التي لا تنام واغننا بك نبيك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه المهدى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين يا الله عجل ربي ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل والعاطف بالعالمين ربي اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا ربي شتت جملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عندهم واجعلهم بالغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصغي رمادك فيا عين صاف العال ولو خائفين يا الله شر كل ماكري وخائن وقادري وعاين وساحري وشر كل المؤذين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعائب وحاسد وشامتين يا ربنا يا ربنا يا ذا البلاء وذا الزنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واجرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر كفين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وابن بتوبة لنا أنت الله بجائزين الرسول الحسنين والبدور والمرتضى بالفعول وجاه جبريل الأمين ثم الصلاة والسلام على النبي غير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe. Dan kalau korang nak sama lagi tengok video ni, korang boleh tekan klik je kat sini, okay? Bye!